وسهرها خاص. واكيد مثل ما قلنا بهيدا المعرض في كثير من الحرف اليدويه اللي لازم نضوي عليها. جمال الطبيعه بحمائله نكهه خاصه، واشتهروا اهلها بكثير من الحرف اليدويه والصناعات يلي جعلت مدينه حما مميزه للسياحه والنشاطات السياحيه. ويعتبر المهرجان من هي الخطوات المهمه. لنحكي اكثر عن هذا الموضوع معنا السيد كمال نشار مدير السياحه في حما والاستاذ محسن دبيك حرفي. اهلا وسهلا فيكم ويسعد صباحكم. اهلا وسهلا، صباح الخير. اهلا فيكم استاذ. يعني اول شيء دائما عم نبلش صباحاتنا مع لانه نحن ضيوفكم اليوم، نقولكم كل عام وانتم بخير بمناسبه افتتاح مهرجان الربيع. استاذ كمان منبلش من عند حضرتك، شفنا مشاركات واسعه امبارح، مشاركات مهمه على الصعيد السياحي وخاصه في مدينه حما. فبالامس شفنا فعاليات عديده يمكن مشاركه هون بهذا المهرجان. خلينا نحكي عن اهميه هذا المهرجان على الصعيد السياحي ايضا. الحقيقه مهرجان حما هو فرصه لتسليط الضوء على واقع السياحه بمدينه حما وعلى المنشآت السياحية في مدينة حما. مدينة حما الحمد لله غنية بالطبيعة وغنية بالمنشآت السياحية وغنية بعوامل الجذب السياحية، ابتداء من المناطق الجبلية إلى المناطق السهلية إلى المناطق البادية، وفرة في الأنهار والينابيع والشلالات. نعم. وكل مستلزمات الجذب السياحي. والحمد لله مدينة حما فيها العديد من المنشآت السياحية من الفنادق إلى المطاعم وتقدم أحسن الخدمات وأجملها لضيوف حما الكرام. أكيد، يعني مثل ما قلنا ليها بالمقدمة في حرف كتير يدوية حابين نضوي عليها. رح نبلش مع الأستاذ والحرفي محسن دبيك. خلينا نحكي اليوم عن الحرفة اليوم اللي جايين نحكي عنها وهي المنتجات اللي حلوة اللي شايفينها قدامنا. بداية صباح الخير وأنا أهلا فيكم في مدينة حما. أنا صناعتي لصناعة النسيج اليدوي، البرانس والمناشف والبشاكير في عندنا المناشف نوعين، في موضوع للاستعمال وفي موضوع للعرايس، يعني في طقم مطرز من منشفتين كبار معاهم بشكير، هذول بياخذون العرايس، في البرانس بياخذون العرايس، هلا هدول بشاكير. هلا يلا رح نشوف هيك شيء. هلا هي هذا بشكير، بشكير حرير وقطن، هذا بشكير صناعه يدويه، صناعه يدويه على النول اليدوي، حرير طبيعي على النول اليدوي، حرير وقطن، القطن مع الحرير. حلو تمام. كمان يلا بنشوفه على الكاميرا، هي صناعه يدويه، حمصيه، حرير، حميه، 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 قلتلكم حمصيه، انا حمصيه لانه هيك دائما. خلينا كمان ناخذ هذا البشكير واحد ثاني. الثاني هذا كلياته قطن. هذا قطن كمان مشغول بال كله يدوي. بس عملنا له حرير من هون ومن هون مشان يعطي حركه جماليه فقط. نعم. اكيد. خلينا ننتقل للاستاذ نحكي شوي. لو انا رح ارجع مع الحرير اليوم بالمحافظه، اليوم انتم كوزاره سياحه قديش بتدعموا هدول الحرفيين الموجودين؟ اكيد كل قطعه بتاخذ وقت كثير وجهد كثير. خلينا نحكي عن هذا الموضوع. الحقيقة صناعة الحرير في حما في منطقة موجودة هي اسمها دير ماما، قرية اسمها دير ماما، كل أهاليها بيشتغلوا بالحرير. صناعة الحرير الحقيقة خلال الأزمة الحالية والحرب الظالمة اللي صارت على سوريا كثير تأثرت، لأنه المواد الأولية صار صعب كثير توصل. العمل مثل ما قلنا قطعة الحرير بتكلف كثير جهد وعمل وإلى آخره، المواد الأولية غير متوفرة، صار في قص جائر لشجرة التوت اللي هي أساس صناعة الحرير اللي بتتربى عليها دوتة القز والشرانق تبع الحرير. ونحن بوزارة السياحة ومديرية السياحة إن شاء الله بالمرحلة القادمة راح نروج اكثر لهالصناعه ونعرف الناس اكثر عليها وندعمها اكثر، وبنتامل تشاركنا مديريه الزراعه بتامين مستلزمات صناعه الحرير من شرانه الى زياده عدد اشجار التوت بمنطقه صناعه الحرير وخاصه المنطقه الغربيه بدير ماما. نعم.
استاذ كمال، قبل ما نرجع لعند الاستاذ حسين، يمكن خلينا هيك نحكي عن ترويج البضائع في ظل يمكن انه الناس بتقدر هي انه هي تشتريها، او بتقدر يمكن من خلال المهرجان مثل هيك صناعات. يعني خلينا نحكي عن هالتعاون لترويج البضائع، يكون الصانع من اللي بيصنعها يمكن ما يروح حقه ومجهوده، وايضا اللي يشتريها ما كمان يتاثر بغلاء الاسعار. هلا الحقيقه مهرجان الربيع من خلال سوق التسوق وعرض المنتجات اليدويه والحرفيه والتراثيه هي نعم. فرصه ليتواصل الصانع مع المشتري مباشرة، مع الزبون مباشرة، ويتعرف على هالصناعة، ويتعرف انه هالصناعة قديش هي مهمة وقديش هي تراثية وقديش هي لازم نحن نحافظ عليها وندعمها. نعم. بالرغم مثل ما قلت لك من شوي، بالرغم من كل الصعوبات اللي عم تعاني منها صناعة الحرير. تمام. يعني ليا نحن شايفين بإيديك قطعة كتير حلوة. يلا خلينا نحكي عن خلينا نحكي شوي. بداية هي ال هي كبيرة بس دقيقة لأفرد لك إياها أستاذ ميلاد، امسكي ما عندك. خلينا هي القطعة منشفة حمام للاستعمار، كان في معنا هي منشفة كمان، منشفة كبيرة كلها قطن. قطن 100%. قديش بتاخذ وقت هيك قطعة معك تقريبا؟ هيك قطعة تقريبا تاخذها شي يومين. يومين شغل. تمام. لانه في عندي شغل بعنه وفي شغل بعد النول للعمليه الفنيه للتربيد بدائيا من هون. نعم. هي كلياتها تقنيه، كلياتها بالايد، لانه انا مهنتي كلياتها بتتطلب كلياتها بالايد، من صناعه النسيج لحياكه تبعيتها للتربيد تبعها. في قطعه ثانيه بيتطلب كمان بالابره والخيط على نول خشبي صغير بالبيوت. حلو. يعني خلينا نحكي سيدة محسن، اليوم في تطورات جديدة، جيل جديد، جيل تكنولوجيا عم يبعدوا عن الصناعات اليدوية، اليوم انتم كحرفيين كيف يمكن بتشجعوا، كيف بتشجعوا مثل هيك صناعة، كيف بتعلموا أجيال، إذا في دورات مثلا، إذا أولادكم حبوا يتعلموا كيف بتضلوا محافظين عليها وبتنقلوها من جيل لجيل؟ هي المهنة قديما كانت في حماة بالسبعينات تقريبا في 1200 نول عم يشتغلوا، كل ما لا عم تتأسى وعم تقل عدد النوال فيها. اليوم في حماة ما في غير 3 نوال، أنا واحد منه. نعم. في كان مهن تانية لإلى قبل ما تنتسل وتصير هي، فاليوم انا عم بشتغل فيها كلياتها من بدايه خيط من معمل الغزل لنهايه قطعه. يعني بمعنى عم نجيب الخيط بنسديه وبنرجع بنقصره وبنرجع في قدامي عندي بالهي النير اللي بيتحرك قدامي، فكله انا بساوي وكله بركبه عنه اللي بيشتغل. بس قديما كان ملزمه كل عروس تاخذ 4 قطع من الصناعه اليدويه. الجيل الجديد اليوم ما عاد يهتم بالقطع اليدوي، مع انه جودتها احسن من الالي بكثير وفتره زمنيه بتطول اكثر. نعم. خلص انا ونيرمين رح ناخذ حالنا من حمام، نجهز حالنا من مناشفكم، من مناشف حمام ومن هالصناعات اللي بتاخذ العائله. انا اشتهيت يكون البرنس معي. يلا فينا نجيب البرنس شباب، معلش بعد اذنكم فينا نجيب البرنس؟ اكيد. يلا هلا بيجيبوا القطعه. رح نرجع للاستاذ. اليوم خلينا نحكي اليوم فعلا عن واقع مدينه حما. يمكن هاي المدينة شوي مظلومة لأنه بتتمتع بغنى ثقافي كتير كبير، بسحر الطبيعة اليوم اللي شايفينها. خلينا نحكي عن أبرز اليوم المقاصد السياحية الموجودة بهاي المدينة. أنتم كوزارة السياحة الحمد لله نحن بسوريا عم نجي بوضع تعافي تقريبا إن شاء الله كامل الأراضي السورية. خلينا نحكي اليوم عن جهودكم بهاي الذات، نعرف المشاهدين عن حما سياحية. حما سياحية الحقيقة ما في منطقة ولا جزء في محافظة حما إلا وهو مؤهل انه يكون موقع سياحي متميز، ابتداء من المناطق الغربيه اللي هي الجبليه مثل ما حكينا بالمقدمه، اللي هي دائما مغطاه بالاشجار والغابات وكل فيها الينابيع وفيها الشلالات وفيها يعني فيها مواقع لا توجد في اي محافظه اخرى، ابتداء الى الوصول الى السهول الخصبه في مدينه حماه اللي
الواقعة بغربي مدينة حماة من سهل الغاب إلى سهل طار العلا إلى سهول محردة، كلياتها سهول خصبة ورائعة إلى مدينة حماة اللي بتغص بالمناطق الأثرية والأوابد الأثرية والمتميزة والفريدة بنا في العالم. صحيح. يعني كلياتنا بنعرف إنه الناعورة مجرد ما تذكر معناتها حما، مع انه في نواعير كثير موجوده بالدول الثانيه وبالعالم، الا انه نعوره حما هي من اجمل النواعير ومن اميزها. صحيح. اذا انتقلنا للباديه، كمان الباديه مليئه بالاثار، بالقصور، بالمناطق، بالاوابد الاثريه من عهود ما قبل الرومان والى العصر الحالي. استاذ كمال، يعني جهود واضحه بالاهتمام بسياحه مدينه حماة، يعني مو بس بدنا نركز على الناعوره، بدنا نركز ايضا على جماليه المنطقه. صحيح. ومن نظافه، من يمكن مباني رائعه بالجمال اكيد. صحيح. ونحن بدنا ندعي كل العالم يعني نستغل فرصه المهرجان لحتى يجوا لمدينه حماة. اهلا وسهلا. يعني عن جد شكرا كثير لكل الناس يلي اكيد عم يشتغلوا بالسياحه، ولكن هلا خلينا نشوف برنس العروس. هذا انا رح اخذه سريعا. هذا برنس العروس قبل ما نختم. يعني شايفين نقشات كثير يعني حلوه موجوده. نعم. ما رح انا عم حطها على الارض. قطن طبيعي وحرير. هذا برنس طبيعي. خلينا نحكي معك استاذ محسن اليوم عن هي القطعه بالذات، قديش اخذت معك وقت بالضبط؟ هلا هي تاكلنا تقريبا في 10 ايام. 10 ايام اخذت وقت. نعم صحيح. يعني شايفين الهاند ميد والشك اللي موجود والصناعه، كله يدوي، كله يدوي 100%. بياخذ العقل. يعطيك العافيه. يعطيكم الف عافيه، يعني نورتوا صباحنا لليوم. اكيد شكرا لك الاستاذ كمال نشار مدير السياحه في حماة والحرفي محسن دبيك. شكرا كثير. اهلا وسهلا. شكرا كثير لكم. اهلا وسهلا فيكم، وان شاء الله هيك دائما حماة تضل متالقه بصناعيها وايضا بسياحتها. اهلا وسهلا، نتمنى لكم اقامه طيبه بمدينه حماة. شكرا. 100 سلامه. شكرا لكم.